إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو ابن كعب بن سعد بن مرة التيمي، أول الرجال إسلاما، وأسلم على يديه 5 من 10 المبشرين بالجنة. أسلم على يديه عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف. ما ولد مولود بعد الأنبياء خير من أبي بكر، والكلام عنه من 3 جهات: من جهة فضله، ثم من جهة خلافته، ثم من جهة مواقفه العظيمة. أما من جهة فضله، فقد جاءت النصوص من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل وفضائل أبي بكر. قال الله عز وجل: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه يعني أبا بكر: لا تحزن إن الله معنا. في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر قال: لما كنا في الغار قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ومن هنا قال العلماء: من أنكر صحبة أبي بكر فإنه كافر خارج عن الإسلام، لأنه بذلك ينكر ما صرح به القرآن. وقال الله سبحانه في كتابه الكريم: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال سبحانه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حكى بعض العلماء الإجماع على أن هذه الآيات في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأما النصوص من السنة فكثيرة، منها أن أبا بكر أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال: قلت من الرجال؟ قال أبوها. قال: قلت ثم من؟ قال عمر. وعد رجالا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
ولكن أخي وصاحبي. وفي الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر آخذ بطرف ثوبه قد أبدى عن ركبته، فقال عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم فقد غامر، يعني فقد خاصم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى. فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فجاء إلى بيت أبي بكر فقال: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمعر وجه رسول الله، أي تغير، حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه فجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أنا كنت أظلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فلم، قال الراوي: فلم يؤذى بعدها. ومن فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفضله أنه أسبق الناس إلى الخيرات، فكل الصحابة سابق للخيرات، وكل الصحابة محب للخيرات، ولكن أبا بكر أسبقهم. قال عمر كما عند الترمذي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بالصدقة، فقلت: اليوم لا يسبقني أبو بكر، فجئت بنصف مالي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم شطرة. فجاء أبو بكر بماله كله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: إذن لا أسبقك أبدا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اجتمعنا في امرئ في يوم إلا كان من أهل الجنة. وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من باب الصيام دعي من باب الصيام، من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما على هذا الذي يدعى من هذه الأبواب كلها من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ومن فضائله وفضله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفضلونه على سائر الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، أي لا نساوي به أحدا، ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. ومن فضله وفضائله أنه أعلم الصحابة، أنه أعلم الصحابة وأفقههم. ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله.
قال يا أبو سعيد فعجبنا لبكائه، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. ومن فضائله وفضله رضي الله عنه أنه أشجع الصحابة وأقواهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عن علي بن أبي طالب أنه قال: قال للناس: من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. قال: إنه ما نازلني أحد إلا أن صفت منه، ولكنه أبو بكر. أي أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قال: لقد رأيتني، أو لقد رأيت قريشا تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجأه وهذا يتلقاه، ويقولون: أتجعل الآلهة إلها واحدا؟ قال علي رضي الله عنه: فما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد منا، أي ما اقترب منه أحد منا إلا أبو بكر. فجاء يضرب هذا ويدفع هذا ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم قال علي: أناشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم، فقال: والله لساعة من أبي بكر أفضل من مؤمن آل فرعون، ذاك يكتم إيمانه، يعني مؤمن آل فرعون، وهذا يعلن إيمانه، يعني أبا بكر رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأبو بكر أقوى الصحابة قلبا، وأعظمهم ثباتا، وأربطهم جأشا، وأشدهم إقداما، وأبعدهم عن الجزع والضعف والجبن. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبه في المواطن التي يكون أخوف ما يكون فيها، فصاحبه في الهجرة، وكان معه في الغار، وكان معه في العريش وحده يوم بدر، والكفار قاصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا. ولهذا ظهرت إمامته، وظهرت شجاعته، وظهرت سياسته، وظهرت إمامته، وظهرت قوته، وظهر قمعه للمرتدين ومعونته للمؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما الجهة الثانية فجهة خلافته رضي الله عنه وأرضاه، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كانت خلافة رسول الله، كانت خلافة أبي بكر، كانت خلافة أبي بكر بمبايعة الصحابة واختيارهم له، فانعقدت بيعته باختيار الصحابة له بالإجماع ومبايعتهم له. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخلافة على سبيل الحمد لها والرضا بها، وأرشد ودل الأمة على خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني وأنا نائم، ورؤيا الأنبياء وحي، رأيتني وأنا نائم على قليب، أي على بئر، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوا أو دلوين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها عمر، فلم أرى عبقريا ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. فهذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الخليفة بعده أبو بكر رضي الله عنه، وأن مدة خلافته يسيرة، قرابة السنتين. وفي الصحيح أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لعائشة: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخشى أن يتمنى متمن
ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وجاءته امرأة تسأله فأجابها ثم أمرها أن تعود إليه وأن ترجع إليه، فقالت المرأة: إن لم أجدك يا رسول الله، تعني الموت. قال: فأتي أبا بكر. وكرر مرات عديدة في مرض موته بأمره للناس أن يصلي بهم أبا بكر، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأمر بسد كل الأبواب إلى المسجد النبوي إلا باب أبي بكر. ولهذا الصحابة لما بايعوه قالوا: قد رضيك الله، قد رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فبايعه جميعا الصحابة من المهاجرين والأنصار، وثبتت صحة خلافته بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. بايعه المهاجرون والأنصار، وبايعه بنو هاشم، وكان أول من بايعه من بني هاشم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال بعض أهل العلم: لا يختلف من شمله الإسلام وذاق طعم الإيمان أنه لم يكن خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر، ولا يجوز لمسلم أن يقول غير هذا، ولا يجوز لمؤمن أن يشك في هذا. استمرت خلافته، وكانت مدة خلافته 2 سنة و3 أشهر، ثم توفي في 22 من شهر جماد الآخرة، من شهر جماد الآخرة من العام 13 من الهجرة، بعد مرض استمر 15 يوما. كان عمر في أثناء هذه المدة يصلي بالناس، فعهد أبو بكر بالخلافة لعمر، وكتب في ذلك كتابا فقرأه عثمان بن عفان على الناس فأقروا به وسمعوا وأطاعوا. وكان ذلك من أعظم حسنات أبي بكر ومن عظيم فراسته رضي الله عنه وأرضاه. توفي رضي الله عنه وعمره 63 سنة، السن التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع الله بينهما في التربة كما جمع الله بينهما في الحياة، فرضي الله عنه وأرضاه. ومن جميع أبواب الجنة دعاه وقد فعل، ولله الحمد والمنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وأما من جهة مواقفه، فإن الله عز وجل قد منحه المواقف العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن توفاه الله، من نصرته والذب عنه والشفقة عليه والدعوة إلى ما دعا إليه، ومواساته بنفسه وماله، وتقدمه معه في كل خير. وهذا أمر كما يقول العلماء أمر لا تدرك غايته. لكننا نذكر موقفا بعد موته صلى الله عليه وسلم، موقف أبي بكر مع تلك الفتنة العظيمة التي حصلت بعد موته عليه الصلاة والسلام. فبعد موته قد ارتد، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أكثر العرب وانقلبوا على أعقابهم كافرين، ومنهم من منع الزكاة، فتنة عظيمة، حتى قيل لم يبقى يصلى إلا في 3 مساجد: في الحرمين الشريفين، وفي مسجد العلاء بن الحضرمي في البحرين. فعزم أبو بكر على قتالهم، فكره ذلك الصحابة، كما جاء عن أنس قال: كرهت الصحابة أن يقاتلوا مانعي الزكاة،
قال: فخرج أبو بكر متقلدا سيفه لوحده، فلم يجد الصحابة بد، فلم يجدوا بدا من الخروج في إثره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه في الانتهاء. قال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا حسين يقول: ما ولد مولود بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر، ولقد قام في فتنة الردة وحروب الردة مقام نبي من الأنبياء. حاوره عمر وقال له: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقال عمر: والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فجمع الله به شتات العرب وردهم إلى الحق طوعا وكرها، وأخمد الله بأبي بكر الفتنة في أقل من ستة أشهر. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال علي بن أبي طالب والحسن البصري وقتادة: هم أبو بكر وأصحابه عندما قاتلوا أهل الردة ومانعي الزكاة. فاعرفوا لهذا الرجل العظيم حقه، وعلموا أولادكم وعلموا الأجيال حب أبي بكر. فقد سئل بعض السلف: هل حب أبي بكر سنة؟ قال: حب أبي بكر فريضة، حب أبي بكر فريضة. ويقول أيوب السختياني: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين. فعلموا أولادكم حب أبي بكر، وعلموهم أن من طعن فيه فهو زنديق كافر، زنديق مرتد عن دين الإسلام، من طعن في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو زرعة رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فكيف إذا كان هذا الأحد هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرح المسلمون بعد إسلامهم فرحهم بمثل هذا الحديث. قال: فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن يحشرني الله معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. اللهم احشرنا مع رسول الله وأبي بكر وعمر والصحابة أجمعين، وألحقنا بهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.